صباح الخير مشاهدينا مشاهدي صفحة صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي، معي أنا محاسن مرسل وزميلي المصور محمود الباشا. لليوم بعد الحديث أو مصادر من وزارة الطاقة تقول بأنه التغذية بالتيار الكهربائي أو إذا بدنا نقول أكثر بالوضوح أنه حتجي الكهرباء من 8 إلى 10 ساعات باليوم. عمليا كلنا عايشين يعني سواء كان ببيروت أو بالضواحي ساعات التغذية ما عم بتزيد عن ساعة أو ساعتين بالنهار، وأحيانا بيكون عندنا صفر تغذية يعني ما بتجي أبدا الكهرباء. هيدا الأمر تقريبا امتد على شهرين، ولكن اليوم في كلام عن قرض البنك الدولي قد يدخل بحلحلة، خاصة مع اليوم غيرنا بده يصير التسعير بالدولار الأمريكي على سعر صرف منصة صيرفة فيما يتعلق بموضوع الجباية. أما اليوم فالعين على تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وهي أحد الشروط الإصلاحية المطلوب القيام بها للحصول على قرض البنك الدولي. للمعرفة أكثر حول موضوع التغذية بالتيار الكهربائي وحول موضوع تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، بدي استضيف الزميل الكاتب الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي خضر حسان. صباح الخير خضر. صباح الخير لك. الله يخليك خضر. يعني تقريبا كانت المقدمة طويلة تبعي، بس عن جد لأنه دايما 8 10 ساعات مننام منقوم في ساعة أو ساعتين، هودي ماكسيموم إذا كانوا متواجدين. بلشوا يعني قلنا لو على سعر صرف منصة صرف بس مهم تجي الكهرباء، للأسف هذا الأمر اللي ما صار. هلأ عم ينحكى عن الهيئة الناظمة، بدي أعرف منك أمتى حتجي الكهرباء؟ 8 ساعات بأي تاريخ؟ وهل فعلا حتجي؟ وشو عن موضوع الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء؟ نعم، هلأ كل اللي حكيتيهم هن محاولات من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لحتى يعني يركبوا الأرضية المثالية اللي بيعتبروها لحتى تجي الكهرباء. الوزارة عم تضل تحكي بين 8 و 10 ساعات، ولكن فعليا نزل هذا التوقع حتى بالنسبة للوزارة من 8 ل 10 ل 4 ساعات. من هودي الأربع ساعات بحسب يعني كميات الفيول اللي عم يقدروا يجيبوها، وتفرغت شحنة يعني بمطلع هذا الشهر بدير عمار والزهراني، بحسب هيدي الشحنة المفروض يجوا أربع ساعات، ولكن على قد الواقع الناس أنجأ عم بتشوف يعني ساعة ساعتين ماكسيموم. هذا اللي عم نحصل عليه. فإذا المشكلة الأساسية بموضوع الساعات التغذية هو تأمين الفيول وبالتالي تأمين الدولارات. هون المشكلة الأساس. هلأ باقي الأمور اللي عم تحاول تعمله للوزارة منهم تشكيل هيئة الناظمة هي أمور أساسية من ناحية إصلاح هذا القطاع، ولكن قد لا تؤثر بشكل مباشر أن تجي الكهرباء أو لا. مجهود الكهرباء نحن بدنا فيول يعني بدنا دولارات. اليوم بظل النقص بتأمين الدولار رح نضل نشوف هذا الواقع اللي نحن عايشينه مثل ما هو، ما رح يصير في تغيير للأسف. يعني هذه ما نحاول نعمل أجواء سلبية للناس، عم نحاول نحكي الواقع كرمال ما صحيح. يعني تكون الأمال مرتفعة عندهم ويصير في نوع من أحباط. نحن عم نوصف الواقع. الواقع بيقول أنه ساعات التغذية رح تضل مثل ما هي حاليا إلى حين تنزاد كمية الفيول. هلأ عم تحاول الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان يجيبوا تمويل سواء عن البنك الدولي أو من جهات أخرى، ولكن لحد اللحظة ما في شيء ملموس على الأرض. في رهان على الفيول العراقي، آخر شحنة بعدها على الآن، بعد يعني الوزارة ما عم توضح شو السبب، وزارة الطاقة ما عم توضح شو السبب أنه في شحنة من العقد السابق بعدها ما وصلت على لبنان، على أساس أنه العراق وافق على تجديد هذا العقد، ولكن حتى اللحظة كمان بعد ما شفنا أي شحنات مرتبطة بالعقد الجديد، وبالتالي جدت سنة جديدة 100%. نعم. وبالتالي الفيول العراقي بعده منه واضح. الكهرباء الأردنية والغاز المصري اللي على أساس يجوا كمان بتمويل البنك الدولي بعد ما في شيء واضح بهذا الموضوع. فإذا كل الوعود بعد ما في شيء عم يتحقق منه على الأرض، بقي لنا نحن فقط الفيول اللي عم تقدر تجيبه الوزارة. هذا كلفته كمان عم تتغطى من سلف خزينة بشكل أساسي كمان، يعني هذا بيزيد ضغط على خزينة الدولة، لأنه هذه المصاري اللي عم تتأمن عم تنصرف بدالة دولارات، كمان عم بيزيدوا الضغط على الدولارات الموجودة. وبالتالي كل المؤشرات للأسف لحد اللحظة السلبية، عم تحاول الوزارة يعني تشوف كيف بدها تقدر تسيسر الأمور لحتى تنزاد ساعات التغذية. نعم. خضر هيك سؤال سريع، اليوم بلشوا يلموا يعني هلا مفروض يكون في جباية، ما بنعرف أمتى يكون في جباية فواتير الكهرباء على صيرفة،
نعم. بس هل يا ترى انه جوبات الاقراء موجودين ولا ما عم يداوموا ولا رجعوا يداوموا ولا يعني حنشوف فواتير عم تتوزع على الناس مثل سنتين ولا لا؟ هلا هي المشكله بهذا الموضوع بتتعلق اكثر بطبيعه العمل ويعني التوزيع داخل مؤسسه كهرباء لبنان وشركات مقدمين الخدمات اللي هن يعني فعليا على الارض هن اللي عم بيروحوا عم يجبوا الفواتير من الناس. الوزارة على أساس يعني لما رفعوا التعرفة على أساس نظريا أنه بتتحسن مالية مؤسسة كهرباء لبنان، ولكن في عراقيل أكثر من أنه نحن بس أخذنا قرار رفعنا التعرفة أو لا. عندك الناس اللي هي ما عم تدفع، الناس اللي معلقة كهرباء، سارقة كهرباء عمليا، عندك مشكلة ب يعني بعدد الجوبات اللي عم ينزلوا على الأرض عم يفوتوا على البيوت يجبوا المصاري، عندك مشكلة أكبر عند شركات مقدمي الخدمات وهون هون يعني النقطة الأساس، هيدي المصاري اللي عم بيجيبوها الموظفين مؤسس يعني شركات مقدمي الخدمات اللي عم يجبوها، هذه المصاري عم تبقى بحسابات شركات مقدمي الخدمات ما عم تتحول لمؤسسة كهرباء لبنان إلا بحسب مزاجية الشركات. علما أنه يفترض هون السؤال بدنا نسأله لإدارة مؤسسة كهرباء لبنان ولوزارة الطاقة بوصفها هي الوزارة الوصاية على المؤسسة، ليش شركات مقدمي الخدمات عم يعملوا الجباية عم ياخذوا المصاري وعم بيحطوها بحساباتهم عم بيأخروا تحويلها لمؤسسة كهرباء لبنان، علما أن المؤسسة عليها التزامات تجاه موظفينا. يعني من يومين كمان كانوا عاملين إضراب موظفين كهرباء كمان أثاروا هذا الموضوع وما حدا عطى جواب. المؤسسة عليها التزامات داخلية والتزامات لمتعهدين، يعني هلأ مثلا على سبيل المثال في شركة ساوث برايم اللي هي ملتزمة صيانة وتشغيل معملي دير عمار والزهراني، المفروض يخلص العقد، لما بده يخلص عقده في التزامات المفروض المؤسسة تدفع لهذه الشركة، يعني بحوالي لحد هلأ الأرقام عم تنحكى بأكثر من 40 مليون دولار بعد المؤسسة ما عارفة أمتى بدها تدفعون، نحكى عن يعني اتفاق جدولة هذه المستحقات مع المؤسسة، وبالتالي كل هذه المستحقات عم تترتب على مؤسسة الكهرباء، المفروض مقدمي الخدمات يعني يشيلوا جزء منها بأنه يسرعوا عملية تحويل الأموال. نعم، تشكر كتير أنا خضر على هذا التوضيح. شكرا يعني لألي. والنظرة الشاملة على ملف الكهرباء. إذا مشاهدي صفحة صوت بيروت انترناشونال بيروت سيتي، للأسف يبدو ما في 8 ساعات كهرباء وما في تاريخ محدد لل 8 ساعات. اليوم شفنا فضيحة تانية هي متعلقة بالتحفظ على أموال الجباية اللي هي بالأساس مستحقة لمؤسسة كهرباء لبنان. هذا الملف يلي ختم فيه خضر، نحن من الله رد حنضوي نحن وياه كصوت بيروت انترناشونال بيروت سيتي مع خضر على هذا الملف قريبا جدا. بتشكركم على حسن المتابعة.